يا بي ان سبورت يا ناصر الخليفي، مشان الله يا اهل قطر شيلوا لنا حفيظ الراجي من التعليق. يا ليل الحمد لله شفنا رونالدو. شوفوا اذا بدا البكاء من الان ولا لا. تذكر بكيت فليت في قطر وبكيت في المانيا وبكيت في السعوديه. يا ليل ابن البرده يا تنح يا ابن التنح. القرف اللي حفيظ الراجي كان بيعمل يا جماعه. حفيظ الراجي صراحه شيء كارثي ومقرف صراحه، لحد ما خلص ترند رقم 2 بكلمه لا لتعليق حفيظ الدراجي. تعال يا كابتن حفيظ الدراجي، قبل اي حاجه بتكره البرتغال، بتكره ريال مدريد، بتكره كريستيانو رونالدو، قول لي انت بتحب مين؟ مشان هو كيحبوا لحاس الكابراناج فقط، كل شيء كيعرف هاد النكيره هادي، بوق من ابواق نظام الكابراناج، وقح وموسخ لواحد الدرجه ما تتصورش. المغاربه بطبيعه الحال كانوا كيعرفوه، ولكن الدول العربيه تقريبا كامله ما كانوش كيعرفوا الحقيقه ديالو، غير هو المغاربه ما عرفوا الحقيقه ديالو وتكرموه وتهلاو فيه. وحتى هو رد الجميل ودار المعامله بالمثل كيف ما ربوه وقروه الكابرانات، وضرب في الاعراض ديال الامه المغربيه وخصوصا المراه المغربيه. وتيقول واحد المثل مغربي قديم، اللي جبدنا جبد كلب كحل، واللي حكى لينا كيلقاها يلقاها. وهذا الشيء هو اللي وقع لهاد لحاس الكابا ديال نظام الكابرانات، اللي تخلطات عليه الامور وما بقاش كيفرق ما بين الشخصي والمهني. هذه شي 3 ايام والكلا كان كيعلق على واحد الماتش ديال المنتخب البرتغالي وسلوفينيا، وبزاف ديال المتتبعين لاحظوا انه كيتهجم على كريستيانو رونالدو. بحال كريستيانو هو اللي صفاها 7 مليون شهديه، وهو اللي خلى تيارت كتعاني 3 شهور بلا ما. وملكلا ما عرفش بان كريستيانو حقق الاحلام ديالو والاهداف ديالو، واللي مخليه باقي كيلعب كره القدم الى يومنا هذا هو الحب ديالو للكره، ماشي شي حاجه اخرى. والثروه اللي عند كريستيانو قادره تشريك انت والكابرانات ديالك. نسمعوا دابا شنو قال هاد الملكالة واللي خلات المتتبعين العرب يكرهوه اكثر ما هو مكروه ومنبود. الحمد لله شفنا رونالدو. رونالدو شوفوا اذا بدا البكاء من الان ولا لا. نتذكر بكيت فليت في قطر وبكيت في المانيا وبكيت في السعوديه. هذا ما قاله معلق بي ان سبورت عن اسطوره كره القدم التاريخيه كريستيانو رونالدو خلال تعليقه على مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور 16 من بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا. الأمور تفاقمت جدا وزادت عن كونها تعليق رياضي فقط. اليوم لم يبخل بكلمة ووصف سيء تجاه أسطورة بحجم رونالدو. برناردو سيلفا ليفيتينيو. الدراجي بدأ يتجاوز الخطوط الحمراء في تعليقه، وأصبح يخلط بين التعليق والتحليل والاستهزاء وحتى بعض الأحيان بالسخرية. إلى متى إدارة بي إن سبورت ستتغاضى عن هذه السلوكيات؟ كانت رائعة، جاء هدف التعديل. عندما نشاهد المباراة عبر قنوات بي إن سبورت فنحن ننتظر منك تعليق رياضي مهني لما يحدث في حدود المستطيل الأخضر. كرهك لرونالدو والطريقة الغير احترافية التي صدرت منك تعطي انطباعا بأنك فعليا أفلست وانتهيت. وهذا الشيء اللي كانوا كيعانيوا معاه المغاربه من زمان، وكنا كنراسلوا بان سبور ميرانا وتكرار، ولكن دون رد. مع هذه الحمله اللي كاينه على هذه النكيره هذا اللي بالسل وعيق ولا كيمرر اجندات بعيده على الرياضه، وهذا الشيء كامل وبين سبور ما دير حتى لعبه، انا كنعلى المقاطعه ديالي لهذ القنوات هذو. ولا يحيدوا ملكاله والاخوان العرب في اخبارهمش باللي ملكاله السبب الحقيقي اللي خلاه يحقد على كريستيانو وعلى المنتخب البرتغالي هو المملكه المغربيه. واي حاجه فيها غير شويه ديال المملكه المغربيه راكم عارفين 10 في عقل محسوسين وموسوسين منها. والاستثمارات الكبيره اللي كاينه ديال كريستيانو رونالدو في المملكه المغربيه قادره تخرج الحقد والغل اللي في ملكاله. زيد عليها البلد ديالو البرتغال اللي غتنظم مع المملكه المغربيه كاس العالم، وهذا الشيء ماشي غير يخليه يحقد على كريستيانو وعلى المنتخب البرتغالي، هذا الشيء يخليه يحقد على مولي ولداته فوق هذيك الارض المنبوده. وباش ما نعطيوكش اكثر من القيمه ديالك كملكاله المهنيه ديالك بين سبور بلاصه هنا وبسلامه.